عبطي، هو انا مش قايله لك انه ماشي بدري؟ ايه اللي اخرك يا زفته؟ ايه ده انت ايه اللي شلفت وشك كده؟ كنت بحلق يا اختي اتعورت. واشوف مين على الباب واجي. يا استاذ ثانيه واحده، انت ازاي السكيورتي اصلا يسيبك تطلع يعني؟ مقدم نذر التوني، ما بحث جنائي. فرق كبير قوي ما بين هنا وبين بيت خالك في كرداسة. لا برافو، عجبك ذوقي؟ الله، هو مش ذوق جاسم؟ عيب يا بيه، هي الرجالة بتنقي حاجات حلوة وشيك قوي كده. يا ترى جاسم يعرف عن علاقتك بفارس؟ قلت لي بقى اسمك ايه؟ اه نادر. انت بتشتغل صحفي في جريدة صفرا مش كده؟ اتعلم يا بنت. طب انا هعمل لكم حاجه هتشربوها. طب وهي المباحث هيفرق معاها في ايه اذا كنت تعرف فارس على جوزي ولا ما اعرفوش؟ ليه هو انت ما تعرفيش ان الراجل اللي انت مرفقاه اتقتل؟ ومين في مصر ما يعرفش الست اللي لقيت راس ابنها في الزباله؟ لا مش مهم الناس تعرف ايه، المهم انت تعرفي ايه. انا ما اعرفش اكتر من اللي قريته عن الحادثه في الجرايد. ليه هو ما جاش يعني يودعك قبل ما يسافر؟ يودعني؟ ليه هو كان طالع الحجاز؟ عندك حق. امال اخر مره شفتيه امتى؟ قبل ما يسافر السخنه بثلاث ايام كان بقيت عندي. يعني ما كنتوش متخانقين؟ ها، وكنتوا سنه على العسل. امال ليه ما كانش بيرد عليكي اخر يوم؟ عادي، اكيد مراته كانت جنبه. معقوله 30 مسد كون ومش عارف يزوغ منها عشان يرد عليكي؟ واكتر كمان، ما انت ما تعرفهاش، دي كانت لازقه له عامله زي الخفاش، ما كانش بيعرف يفلفص منها. طب قولي لي يا دينا، فين اللابتوب؟ انا ما عنديش لابتوب. انت فهماني كويس؟ حقيقي مش فاهمه. اخر مره فارس كان عندك ما سابش اللابتوب بتاعه؟ وهو فارس برضه لما هيجي هيجيب اللابتوب معاه عشان يعمل بيه ايه؟ على فكره فارس اول ما بيجي هنا بيدخل على اوضه النوم عدل. مفهوم مفهوم. طب يعني وانتوا قاعدين كده في ساعه السفر ما كانش بيحكي لك انه متخانق مع حد، زعلان من حد؟ حتى لو عنده مشاكل الدنيا كلها، فارس كان بيجي هنا عشان ينسى كل همومه. أنا وفارس لما كنا بنتقابل ما بنتكلمش في أي مشاكل ولا اللي في الدنيا عاملة فينا. ماشي يا دينا. طيب يا دينا، أنا متأكد إنك ما قلتيش كل اللي عندك، فأنا هديكي فرصة تانية عشان تراجعي نفسك. هستنى منك تليفون تقولي لي كل حاجة تعرفيها. وعايز اقول لك على حاجة، انا المرة دي استنيت لما جوزك مشي، المرة الجاية هستدعي شخصية. نادر بيه، لو حضرتك عايز تعرف اي حاجة عن فارس ما تسألنيش، روح اسأل امه.